أبنائي الطلبة والطالبات، طلبة الصف الأول الثانوي في الترم الأول إن شاء الله هناخد حل نماذج امتحانات بنك المعرفة وحل أسئلة من بنك الأسئلة. أول ما نبدأ هنقول بسم الله وعلى بركة رسول الله نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، المثلث الذي قياس زاويتين فيه 50 و60 يشابه المثلث الذي قياس زاويتين فيه 60 وكام؟ هنشوف من الاختيارات، عندي 70 110 80 30، وشوف أنا بحل المسألة دي إزاي. المثلث الذي قياس زاويتين فيه 50 و60 معنى كده إن الزاوية الثالثة بتاعتهم هتبقى كام؟ أنا عارفة إن مجموع قياسات زوايا المثلث 180، لما يبقى فيه زاوية 50 وزاوية 60 دول مجموعهم 110، يبقى الزاوية الثالثة هتبقى كام بتاعتهم؟ هتبقى 70 درجة. الزاوية الثالثة دي 50 و60 110، زاويتهم الثالثة هتبقى 70 درجة. يبقى المثلث الذي قياس زواياه 50 و60 و70 هيشابه المثلث الذي قياس زاويتين فيه 60 وكم عندي هنا؟ يا إما 50 يا إما 70. هشوف في الاختيارات، ما فيش 50 تبقى فيه 70. يبقى المثلث اللي قياسات زواياه 50 و70 و60 هيشابه المثلث اللي فيه قياس زاويتين 60 و70، وطبعا التالتة هتبقى اللي هي 60. ناخد التمرين اللي بعد كده، ده التمرين ده ما فيش فيه اي حاجة، مبني على ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180. وطبعا انت عارفين المثلثين المتشابهان هما مثلثان بتبقى قياسات زواياهم المتناظرة متساوية. ناخد السؤال اللي بعد كده، مدى الدالة دالة سيتا بتساوي 3 جا 2 سيتا. هو المدى بتاع الدالة دالة سيتا اللي هي 3 جا 2 سيتا، هو طبعا انتوا عارفين ان مدى الدالة جا سيتا بتساوي -1، الفترة المغلقة من -1 لـ1، الفترة المغلقة من -1 لـ1 دي مدى الدالة جا سيتا. يبقى انا هقول لك اهم، جا سيتا المدى بتاعها من -1 لـ1، لو ضربت جا سيتا في اي عدد دي مدى، لو ضربتها في اي عدد بقت 2 جا سيتا 3 جا سيتا 4 جا سيتا، بقى ما انا ضرب الفترة في العدد ده. يعني اذا كانت 3 جا سيتا يبقى مداها من -3 لـ3، اذا كانت 4 جا سيتا يبقى مداها من -4 لـ4، اذا كانت 6 جا سيتا يبقى مداها من -6 لـ6. هو طالب ايه؟ 3 جا 2 سيتا. ماليش دعوة بالزاوية ديتي، ما بوصلهاش خالص، انا ليا بالعدد المضروب قدامي الجا، 3 مضروبة ام ضربة في الفترة تبقى من -3 لـ3 الفترة المغلقة، وده الاجابة الصحيحة. الاساس عندي من -1 لـ1، طالما ضربت في 3 هم ضربة دي كمان في 3 تطلع للفترة دي. اللي بعده، اوجد القيم س و ص التي تحقق المعادلة 4 - 3 تاء في 4 + 3 تاء على 2 + 3 تاء بتساوي س + 3 + تاء ص. طبعا انا عايزة س و ص، بس انا حطيتها في صورة اختيارات، هي كانت مسألة عادية عاوز قيم س و ص، بس انا حطيتها في صورة اختيار، قلت لكم س + ص بتساوي -5 ولا -5 ولا -4 ولا -6، يعني عملتها لكم زي ايه سؤال الامتحان اللي هيجي اختياري. طيب المسألة دي انا هعمل فيها ايه؟ اول حاجة انا هبسط المقدار ده، يعني ايه هبسطه؟ هضرب القوسين دول في بعض واقسمهم على 2 + تاء، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. هبسط المقدار ده هوتي، يبقى انا هضرب القوسين دول في بعض، هقول يساوي اهو 4 - 3 تاء في 4 + 3 تاء دول عددين مترافقان، لما باجي اضربهم هضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، الاول في الاول 4 × 4 = 16 ناقص الثاني في الثاني 3 تاء في 3 تاء ب9 تاء تربيع، 9 تاء تربيع، وانتوا كلكم عارفين ان التاء تربيع -1 هتضرب في السالب ده تبقى موجب، يبقى الناتج هيوصل ل16 + 9 على 2 + تاء، يبقى الناتج هنا هيبقى 16 + 9 اللي هو 25 على 2 + تاء. طالما عندي عدد مركب في المقام لازم اتخلص منه ان انا هضربه في مرافقه، هضرب في المرافق المقام بسطا ومقاما، يبقى انا هضرب هنا في 2 - تاء على 2 - تاء، تمام كده، هضرب في المرافق بسطا ومقاما. يبقى انا لما هضرب هنا
25 في 2 ناقص تاء على 2 زائد تاء في 2 زائد تاء، هتس 2 زائد تاء في 2 ناقص تاء، يبقى 25 اهي في 2 ناقص تاء على المقام، برضو هيطلع فرق بين مربعين، يبقى انا هقول مربع الاول يعني الاول في الاول باربعة ناقص التاني في التاني ناقص تاء تربيع. طب انت كلكم عارفين ان تاء تربيع بسالب واحد، هتتضرب في سالب ده تبقى موجب واحد، يبقى اربعة زائد واحد يساوي ايه؟ خمسة. يبقى الناتج ده هيوصل لي لخمسة وعشرين في اتنين ناقص تاء على الناتج خمسة، شيل خمسة مع الخمسة وعشرين تبقى فيها الخمسة، يبقى الناتج ده هيبقى لي خمسة في اتنين بعشرة ناقص خمسة تاء، هيساوي عندي سين زائد تاء صاد اهو، هيساوي سين زائد صاد تاء، يبقى معناها ان السين بعشرة والصاد بسالب خمسة، يبقى ده معناتها ان السين بتساوي عشرة والصاد هتساوي سالب خمسة. طب اجمعهم الاتنين كده، عشرة ناقص خمسة يبقى الناتج خمسة، يبقى في الحالة دي سين زائد صاد هتساوي خمسة، يبقى الناتج الاختيار الاولاني هو الاختيار ايه؟ الصحيح. ديت هي طريقة حل ايه؟ التمرين. بعد كده نكمل تماريننا. ناخد التمرين اللي بعد كده اهو. الشكل اللي انت شايفينه تعالوا نوصفه كده، هقول ألف باء دي مماس يمس الدائرة عند باء، وألف دال دي عبارة عن قاطع للدائرة بيقطع الدائرة في نقطتين جيم ودال. أعطيني زوايا أقواس، قياس زوايا أقواس القوس باء دال اهي قياسها 150 درجة، والقوس باء جيم قياسها 80 درجة، عاوز قياس الزاوية ألف. طبعا على ما احنا خدنا قبل كده في النتائج ان قياس الزاوية المحصورة بين مماس ووتر خارج الدائرة، قياس الزاوية ألف اللي هي زاوية التقاطع بين المماس والوتر خارج الدائرة هتساوي نص الفرق بين القوسين، نص الفرق بين القوسين، يبقى انا اقول هنا قياس زاوية ألف اهي هتساوي نص الفرق بين القوسين، القوس الكبير ناقص القوس الصغير، يعني نص 150 ناقص 80 يبقى هتساوي نص في 150 ناقص 80 ديت ايه؟ 70، يبقى نص في 70 بتساوي 35 درجة، يبقى اذا قياس زاوية ألف طلعت 35 درجة. ادي التمرين سهل وبسيط مفيش فيه اي حاجة، بيعتمد على ان قياس الزاوية الخارجة او المحصورة بين المماس والوتر خارج الدائرة بتساوي نص الفرق بين القوسين، حتى اكتب لكم القانون عشان ما تنسوش ابدا، تساوي نص الفرق بين القوسين، نص الفرق بين القوسين. خلاص هو ده التمرين اهو حلناه، وتمرين سهل وبسيط ما فيش فيه اي حاجة، تمارين كلها كويسة ورياضة جميلة، بس محتاجة انكم تركزوا شوية، الرياضة جميلة جدا وسهلة وتحصلوا فيها درجات كويس، بس هي محتاجة تركيز شوية وتكون القوانين ملمين بيها في دماغكم، القوانين تكون في دماغكم وتركيز وهدوء بتحلوا تمرين رياضة بتجيبوا فيه درجات كويسة جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله تجيبوا اعلى الدرجات. التمرين اللي بعد كده اهو، طول القوس في الدائرة التي طول نصف قطرها 6 سنتي وتقابل زاوية مركزية قياسها باي على الاتنين، باي على الاتنين دي طبعا هتبقى بالدائري، انا عايزة طول القوس، انا عندي قانون بيقول لي ان الزاوية بالدائري ثيتا دائري بتساوي طول القوس على نقطة، لام على نقطة، ثيتا بالدائري بتساوي لام على نقطة، طب هو عاطينا ثيتا بالدائري باي على اتنين، يبقى انا هقول له باي على اتنين تساوي طول القوس اللي هو عايزه اللي هو لام على نصف قطر الدائرة ستة، يبقى لام على ستة، هضرب وسطين في طرفين تطلع لي لام هتساوي باي على اتنين في ستة، هختصر هنا هتديني تلاتة باي، يبقى الناتج عندي ايه؟ تلاتة باي، والاختيار الصحيح هيبقى الاختيار رقم ايه؟ اربعة اهو، هو ده تمام كده. يلا بقى نكمل التمرين اللي بعد كده، بيقول لي في الشكل اللي قدامي على ما انتوا شايفين انا عندي وتران متقاطعان خارج الدائرة،
وتران متقاطعان خارج الدائرة في النقطة ألف. هطبق أنا نظريات التناسب في الدائرة، بتقول لي لو أنا عندي وتران تقاطع خارج الدائرة في النقطة ألف، هقول أنا من عند نقطة التقاطع لحد بداية الوتر، في من عند نقطة التقاطع لنهاية الوتر الأولاني يساوي من نقطة التقاطع لبداية الوتر التاني من نقطة التقاطع لنهاية الوتر التاني. يعني معناها إن ألف باء في ألف جيم هتساوي ألف هاء في ألف دال، ألف باء في ألف جيم هتساوي ألف هاء في ألف دال. وما تنسوش دي أبدا، لأن في طلبة كتير بيغلطوا وهم بيجيبوها ما بقوش مركزين، ولذلك بتطلع معاهم النتائج غلط. فانتوا تركزوا، ابسط طريقة تقدروا تحلوا بها التمرين ديت ان انا هقول من نقطة التقاطع لبداية الوتر من نقطة التقاطع لنهايته، يعني الف باء في الف ج، هنا من نقطة التقاطع لبداية الوتر من نقطة التقاطع لنهايته. يبقى انا عندي هنا الف باء بسبعة، في الف ج الف ج كلها بسبعة زائد خمسة اللي هي 12، هتساوي الف هاء بستة، في ألف دال كلها عبارة عن ستة زائد سي، ستة زائد سي. طبعا أنا أقدر أقسم على الستة الطرفين هنا، الستة الستة دي تروح مع دي، دي فيها ايه؟ الاتنين، يبقى سبعة في اتنين بأربعتاشر، يبقى 14 تساوي ستة زائد سين، معناها إن سين هتساوي 8. يبقى أنا عندي سين هتبقى قيمتها كام؟ 8، بحط مكان النقط سين بتساوي 8. خلاص انا كده بحلات التمرين ده، يلا نكمل تمريننا. بيقول ايه التمرين عندي؟ ا ب ج د متوازي اضلاع مساحته 40، فان قياس زاويه ا بتساوي نقط. طبعا انتوا عارفين ان مساحه متوازي الاضلاع لها قانونين. القانون الاولاني تقولي لي نص القاعده في الارتفاع، لا القاعده في الارتفاع، مساحه متوازي الاضلاع بتساوي القاعده في الارتفاع، او بتقولي لي حاصل ضرب اي ضلعين في جيب الزاويه المحصوره بينهما. يبقى انا عندي هنا مساحه المتوازي لها قانونين. القانون الاولاني بقول ق في عين اللي هي القاعده في الارتفاع، او بتساوي حاصل ضرب اي ضلعين في جاء الزاوية اللي بينهم. يبقى القانون يا اما القاعدة في الارتفاع يا اما حاصل ضرب اي ضلعين في جاء الزاوية. ما عنديش انا قاعدة في ارتفاع بس عندي ضلعين في جاء الزاوية. طبعا دي 8 ده هتبقى 8 زيها، ودي 6 ده هتبقى 6 زيها، لان كل ضلعين متقابلين متساويان. هو عايز قياس زاوية الف، يبقى انا اشتغل على الضلعين اللي بيحصروا الزاوية الف. يبقى انا عندي هنا المساحة اللي هي 6 في 8 اللي هي حاصل ضرب الضلعين دول في جاء الف، هتساوي المساحة اللي هو عطاها لي 40. 6 في 8 ب 48، يبقى انا هقول جا الف بتساوي 40 على 6 في 8، ده على 8 اهي، فيها الواحد على 8 فيها الخمسة، يبقى الناتج بتساوي 5 على ايه؟ على 6. وبالآلة الحاسبة هقول شيفت صين لخمسة على 6، صين لخمسة على 6، وبجيب منها قياس زاوية ألف بالآلة الحاسبة على طول، بتطلع معايا على طول. يبقى شيفت الساين ده 5 على 6، وبتطلع لي الزاوية بالآلة الحاسبة على طول. الآلة الحاسبة اهي، أشغلها وهقول شيفت ساين قوس مفتوح 5 على 6، بقفل القوس اهو، يساوي بتديني الزاوية كده، باخد لها درجة، طلعت لي 56 درجة و26 دقيقة. طبعا لما اقربها هتبقى 56 درجة، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار رقم 2 هو 56 درجة. يلا كده يا حبايبي نكمل بقى تماريننا. انتوا ما شاء الله عليكم ممتازين اهو، وماشيين معايا في التمارين. هنكمل يلا التمرين اللي بعد كده. اذا كان لام وميم هما جذرا المعادله س تربيع ناقص 2 س ناقص 5 بتساوي صفر،
كون المعادلة اللي جذراها لام تربيع زائد واحد وميم تربيع زائد واحد. بقوم انا مقسمة الصفحة كده اهو، وباخد المعادلة اللي عندي اللي هي س تربيع ناقص اتنين س ناقص خمسة، واجيب معلوماتها اللي عندي. طيب المعادلة ديت طبعا جذراها لام وميم، باخد المعادلة اللي هو عطاها لي واشوف معلوماتها ايه. قال لي ان هما جذراها لام وميم، بقدر اجيب مجموع الجذرين لام زائد ميم تساوي سالب ب على الف، سالب ب على الف، مجموع الجذرين سالب ب على الف يعني اتنين. طب حاصل ضربهم لام ميم اللي هي جيم على الف اللي هي سالب خمسة. كده انا جبت مجموع الجذرين وحاصل ضربهم، بس خلاص ما اقدرش اجيب اي حاجة تانية من المعادلة ديت. هشتغل بقى على المعادلة الجديدة اللي هو عايزها، اللي هو عايزني اكونها، وبقول له المعادلة الجديدة فيها معلومات ايه؟ جذرها لام تربيع زائد واحد وميم تربيع زائد واحد، دي المعلومات اللي عندي. هجيب مجموع الجذرين، هقول له مجموع الجذرين هتساوي لام تربيع زائد واحد زائد ميم تربيع زائد واحد، يعني معناها هتساوي لام تربيع زائد ميم تربيع اهي واحد واحد اتنين. انا هجيب انا لام تربيع زائد ميم تربيع، في قانون ظريف وجميل قوي بقدر اجيب بيه لام تربيع زائد ميم تربيع ده، همتي هيساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص اتنين لام ميم. يبقى لام تربيع زائد ميم تربيع هتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص اتنين لام ميم، وخلي اتنين دي على جنب. لام تربيع زائد ميم تربيع هتساوي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص اتنين لام ميم. طب ايه اللي موجود عندي هنا؟ موجود عندي لام زائد ميم باتنين، هربعها يبقى اتنين تربيع باربعة ناقص اتنين لام ميم، لام ميم عندي بسالب خمسة هضربها في سالب اتنين تبقى موجب عشرة. دي اللي هي عبارة عن لام تربيع زائد ميم تربيع اللي هي أربعة زائد عشرة، وزائد اتنين العدد اللي موجود عندي هجمعهم، أربعة وعشرة أربعتاشر واتنين يبقى ستاشر. دي مجموع الجذرين أهي، وباخد عليها كده مستطيل عشان بحدد لنفسي إن أنا جبت مجموع الجذرين. للتالي بس حاصل ضربهم، حاصل ضربهم اللي هي عبارة عن لام تربيع زائد واحد في ميم تربيع زائد واحد. يلا نضربهم بقى في بعض، لام تربيع ميم تربيع اهي، يعني لام تربيع هضربها في القوس التاني كله، بقت لام تربيع ميم تربيع زائد لام تربيع زائد ميم تربيع زائد واحد. يبقى انا هضرب لام تربيع في القوس التاني وبعدين واحد في القوس التاني. ايه اللي عندي هنا؟ لام تربيع ميم تربيع انا عارفاها اهي، اللي هي عبارة عن لام ميم اربعها يبقى سالب خمسة تربيع بخمسة وعشرين، زائد لام تربيع زائد ميم تربيع انا جايباها اهي، لام تربيع زائد ميم تربيع طلعت لي اربعة زائد عشرة اللي هي اربعتاشر، انا جايباها قبل كده اربعتاشر، زائد واحد يبقى الناتج هيساوي خمسة وعشرين زائد اربعتاشر زائد واحد ده هتساوي اربعين. ديت اللي هي عبارة عن حاصل ضرب الجذرين. يبقى انا هقول المعادلة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س اللي هي ستاشر في س زائد حاصل ضربهم اللي هي اربعين هتساوي صفر، وهي دي المعادلة اللي هو عايزها اهي. س تربيع ناقص ستاشر س زائد اربعين بتساوي صفر، هي دي المعادلة ايه المطلوبة. يلا بقى نكمل تمريننا. ده التمرين اللي بعد كده. طبعا انت لما هتبص للتمرين ده اول حاجه هتشوفوها ان في تنصيف زاويه، انا اخده نظريه على تنصيف الزاويه. طيب وفي حاجه كمان قياس زاويه باء ب 90 درجه. طيب ماشي، قياس زاويه باء ب 90 درجه معنى كده ان انا اشتغل في ثغورس برضه، لو متاح ليا في ثغورس اشتغلها لان عندي زاويه قايمه. طيب انا عندي عايز، هو عندي بقى دال بتلاتة ودال جيم بخمسة، عاوز الف طول الف ب. طيب المعلومات اللي عندي اللي هتمكنني ان انا اشتغل، واول ما اقدر اشتغل هقدر اقول له ان انا عندي الف دال بتنصف زاوية الف، الف دال بتنصف الف، يعني انا اشتغل على النظرية اقول الف باء على الف جيم بتساوي باء دال على دال جيم، يبقى ألف باء على ألف جيم هتساوي باء دال على دال جيم، يعني هتساوي تلاتة على خمسة. طيب من قوانين النسب أقدر أقول إن ألف باء بتلاتة كهف، يبقى إذن ألف باء هتساوي تلاتة كهف، وألف جيم هتساوي خمسة كهف، تمام كده. طيب يعني أنتوا عارفين إن المثلث ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية أهو،
ركزوا معايا كده. انا عندي الضلع ا ب بتلاتة كاف، والضلع ب والضلع ا ج بخمسة كاف. انتوا عارفين ان التلاتة الى اربعة الى خمسة دي اضلاع مثلث قائم. طب انا عندي ا ب بتلاتة كاف و ا ج بخمسة كاف، يبقى اذا الضلع الناقص اللي هو ب ج هتبقى باربعة كاف، يبقى ب ج هتساوي اربعة كاف، لان نسبتهم تلاتة الى اربعة الى خمسة. عندي تلاتة وخمسة يبقى باقي الاربعة، يبقى ب ج باربعة كاف. طب انا عندي ب ج كلها بكام؟ ب ج بتمانية، لانها تلاتة زائد خمسة. يبقى انا عندي هنا ب ج بتساوي تمانية، اللي هي نفسها بتساوي اربعة كاف. يعني انا اقدر اقول في الحالة ديت ان كاف بتساوي اتنين. طيب طالما كاف بتساوي اتنين بقدر اجيب اي حاجة انا عايز اجيبها. طيب اقدر اجيب ايه بقى؟ طول ا ب، ما ا ب بتلاتة كاف، يبقى اذا ا ب هتساوي تلاتة كاف، يعني تلاتة في اتنين هتساوي ستة. دي الاجابة الصحيحة، واختار الاجابة الصحيحة هي رقم تلاتة. ده التمرين اهو ببساطة خالص، مفيش في اي مشكلة، وبيخدمني جدا ان انا اكون عارفة المثلث القائم وعارفة نسب اضلاعه تلاتة الى اربعة الى خمسة. على فكرة هي نفسها ستة الى تمانية الى عشرة، النسب ديت بتكون انت عارفينها طبعا، انت ما شاء الله عليك كده في اولى ثانوي والحاجات دي بتبقى ايه سهلة بالنسبة لكم وعارفينها كويس. نكمل يلا تمريننا، يلا التمرين اللي بعد كده. أوجد الحل العام للمعادلة ظا ثيتا زائد اتنين بتساوي ظا تلاتة ثيتا زائد تلاتة. عاوز الحل العام، طبعا احنا عارفين الحل العام للمعادلة، طالما ظا بتساوي ظا اهي، يبقى ظا ثيتا بتساوي ظا ألفا. ده معناته في الحل العام ان ثيتا زائد الفا هتساوي تسعين زائد مية وتمانين. دي الحل العام، تكونوا عارفينه كويس جدا 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 اهو. طيب خلاص انا هطبق بقى اللي هو عطهولي، طبعا دي ثيتا ودي الفا اهي، يبقى انا اقول له الحل العام ثيتا زائد عشرين زائد تلاتة ثيتا زائد تلاتين هتساوي تسعين زائد مية وتمانين نون. دي الحل العام. طب هجمع ثيتا وتلاتة ثيتا، باربعة ثيتا زائد عشرين وتلاتين خمسين، هتساوي تسعين زائد مية وتمانين نون. ودي لي خمسين للطرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى اربعة ثيتا هتساوي تسعين ناقص خمسين هتبقى كام؟ اربعين زائد مية وتمانين نون. ديتي اللي انا هجيب منها ثيتا، هحط انا نون بصفر واحد واتنين زي ما انا عايزه لحد ما اشوف الزوايا ثيتا، اوجد قيم ثيتا اللي بين الصفر والتسعين. طيب احط اول حاجة نون بصفر، اول واحدة نون بتساوي صفر، واشوف يبقى معناها اربعة ثيتا هتساوي اربعين زائد صفر، يبقى ثيتا بعشر. دي اول زاوية، دي رقم واحد. طب حطوا نون بواحد، معناها اربعة ثيتا هتساوي اربعين زائد مية وتمانين في واحد بمية وتمانين، الزاوية ديت هتبقى ميتين وعشرين. هقوم أقسم الطرفين على الأربعة، يبقى تساوي خمسة وخمسين درجة، يبقى إذا ثيتا هتساوي خمسة وخمسين درجة. لو أنا حطيت ثيتا باتنين هتطلع لي تلتمية وستين زائد أربعة اللي هي ربعمية، على أربعة في المية يبقى تعدت الربع الأول، خلاص أنا ما عدتش عايزة اكتر من الزاويتين دول، لان الزاويه الثالثه اللي هتطلع لي لو حطيت نون بثلاثه هتطلع لي زاويه بتتعدى الربع الاول، لا انا عايزه ثيتا بين صفر وتسعين. يبقى انا عندي زاويتين بس، زاويه بعشرة وزاويه بايه؟ بخمسه وخمسين، ده رقم اتنين. يبقى انا هقول هنا مجموعه الحل عندي اهي، اللي هي عباره عن عشرة وخمسه وخمسين درجه بس، ده اللي هو طالبه مني، عشر درجات وخمسه وخمسين درجه، وده الحل العام بتاع الظا بتساوي ظا. نقل المثال اللي بعد كده اهي. طبعا
طبعا انت لما تشوفوا المسألة دياتي اول ما تبصهم هتعرفهم ان انا عندي دائرتين متمثلتان في النقطة الف النقطة باء من الداخل، دي دائرتين متمثلتان من الداخل في باء، عندي الف باء مماسة اهي، عندي بالنسبة للدائرة الكبيرة الف واو دي وتر، وبالنسبة للدائرة الصغيرة الف هاء وتر. طبعا انا بطبق نظريات التناسب في الدائرة، تركزوا انا بطبقها ازاي. عندي مماس هوتي مشترك، هقول انا مربع المماس واشتغل على الدائرة الصغيرة مرة والدائرة الكبيرة مرة، يبقى انا لما اشتغل على الدائرة الصغرى، ركزوا معايا عشان ما نغلطش، التمرين سهل مفيش فيه اي حاجة، هشتغل على الدائرة الصغيرة يبقى مربع المماس تساوي من نقطة التقاطع لحد بداية الوتر من نقطة التقاطع لنهايته، يبقى ألف واو في ألف ها. طيب هشتغل على الدائرة الكبرى، هقول انا مربع المماس برضو لو ألف باء تربيع تساوي من نقطة التقاطع لحد بداية الوتر، انا لما اشتغلت على الدائرة الصغيرة يبقى من ألف ألف دال في ألف هاء، دي ألف دال. لو اشتغلت على الدائرة الكبيرة يبقى ألف باء تربيع هتساوي، اشتغل على الدائرة الكبيرة يبقى ألف واو في دي جيم، ألف جيم في ألف واو دي جيم، يبقى ألف جيم في ألف واو، ألف جيم في ألف واو، ألف جيم في ألف واو. طبعا دي رقم واحد اهي ودي رقم اتنين، من واحد واتنين ألف بقى هتبقى مشتركة عندي، يبقى أنا هقول له إذا ألف دال في ألف هاء هتساوي ألف جيم في ألف واو. طب ايه اللي هو طالبه مني؟ هو عايز ألف جيم على ألف دال، ألف جيم على ألف دال، ألف جيم إلى ألف دال، يعني معناه ألف جيم على ألف دال، ألف جيم إلى ألف دال اهي مرجعش بيدي فاضية، هتبقى ألف هاء إلى ألف واو، ألف هاء إلى ألف واو، هيكون الاختيار اهو الصح عندي ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى الأخير هو الصح، يبقى الأخير هو الإجابة الصحيحة كده، الإجابة الصحيحة عندي. ناخد التمرين اللي بعد كده، احنا طبعا ادينا لكم كم كافي جدا من التمارين ان شاء الله اللي تجي لكم في الامتحان، وحاولنا نغطي جزء كبير جدا 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 من المنهج، وان شاء الله بعد كده هنديكم فيديوهات فيها تمارين كتير وحل اسئله بنك الاسئله وبنك المعرفه كتير كتير ونماذج امتحانات، عشان ان شاء الله تدخلوا الامتحان تكونوا ملمين بكل افكار التمارين والمنهج كامل، يبقى كامل وشامل عندكم. الشكل اللي موجود قدامي دهوتي طبعا انتم ملاحظين عنده اطوال اضلاع، عند الضلع ده باربعة، الضلع ده بخمسة، والضلع ده بتلاتة، والضلع ده بتسعة، والضلع ده بستة. بيقول لي اثبت ان المثلث الف دال هاء، الف دال هاء هيشابه المثلث الف جيم باء. طيب يعني انت عايزني طالما انت قلت لي اثبت ان الف دال هاء يشابه الف جيم باء، يبقى زاوية الف هنا وزاوية الف هنا زاوية مشتركة هي فعلا. خلاص. يبقى انا عندي في زاوية مشتركة، يبقى انا هقول له هنا زاوية الف مشتركة. طيب عندي اطوال بقى، يبقى حالة التشابه هثبتها بزاوية وضلعين بحويان للزاوية، يبقى انا هثبتها بزاوية مشتركة او زاوية متساوية في المثلثين وضلعين حويان للزاوية. طب هما فين الضلعين الحاويان للزاوية؟ هلاقي انا الضلع دهوتي اربعة، هقوم اسماء اللي هو الف هاء، طبعا انا باخد من المثلث اللي هو على طول بستفاد منه، الف هاء المفروض على الف باء، يبقى انا عندي هنا ألف هاء على ألف باء، ألف هاء بأربعة على ألف باء باتناشر، دي بتديني تلت. طيب عندي هنا ألف دال على ألف جيم تساوي ألف دال بتلاتة وألف جيم بتسعة، اللي أربعة وخمسة تسعة، دي تلت برضو. يبقى ضلعان الحاويان للزاوية في بينهم تناسب، متناسبين يعني، يبقى في الحالة ديت بقول إن المثلث ألف دال هاء يشابه المثلث ألف جيم باء، طالما بيشابهوا بقدر أقول إن ألف دال، أجيب الأضلاع المتناسبة بقى، ألف دال على ألف جيم أهي بتلت، بتساوي ألف هاء على ألف باء بتلت، بتساوي دال هاء على جيم باء. يبقى أنا أقول الثلاث نسب، ألف دال أهي، ألف دال على ألف جيم، ألف دال على ألف جيم تساوي دال هاء على جيم باء
تساوي ألف هاء على ألف باء. طيب أنا عايزة اللي فيها دال هاء يبقى دال هاء على جيم باء هتساوي ألف هاء على ألف باء اللي هي تلت، اللي هي معاملة تشابه تلت. طيب أنا عندي هنا جيم باء عطهالي بستة، يبقى أنا أقول إذا دال هاء على ستة تساوي تلت، بضرب وسطان في طرفين هتديني دال هاء بتساوي اتنين. دال هاء هتساوي ايه؟ اتنين. نكمل بعد كده تمرين اهو، وده هتكون اخر تمرين عندنا ان شاء الله. اذا كان لام واتنين ناقص لام هما جذرة المعادلة س تبيع زائد كاف س زائد ستة بتساوي صفر، فإن كاف بتساوي كام؟ طيب أنا عندي جذر المعادلة بقدر أجيب مجموع أو حاصل ضربهم. طب إيه اللي هو عايزه؟ عايز كاف. كاف المجهول اللي عندي يعتبر إيه؟ يعتبر مجموع جذرين، يبقى أنا أقول لمجموع الجذرين دول بيساوي سالب كاف على ألف، اللي هي سالب بقى على ألف. يبقى أنا عندي مجموع الجذرين اللي هما لام زائد اتنين ناقص لام، مجموع الجذرين يساوي سالب باء على ألف، اللي احنا عارفين قانونها، سالب باء على ألف اللي هي سالب كاف على واحد. يبقى أنا عندي لام زائد اتنين ناقص لام بتساوي سالب كاف، طبعا لام وسالب لام بيروحوا مع بعض لأن عدد ومعكوسه الجمعي، يبقى اتنين هتساوي سالب كاف، يبقى إذا كاف هتطلع لي بسالب اتنين، يبقى كاف هتساوي سالب اتنين أهي، ودي الإجابة الصحيحة. طيب أنا هختارها بقى من الإجابات سالب اتنين أهي. كده المسألة سهلة وبسيطة مفيش فيها أي حاجة. ناخد المسألة اللي بعد كده. الدالة دال س بتساوي س ناقص واحد في س زائد تلاتة، طبعا هو جاب لي الدالة متحللة لقوسين يعني جاهزة، بقدر أجيب الجذرين بتوعها. الجذرين بتوعها اللي هما ايه؟ واحد وسالب تلاتة هم، يبقى الجذران هما واحد وسالب تلاتة، لو أنا حطيتهم على خط الأعداد يبقى أنا عندي دي سالب تلاتة ودي ايه؟ واحد. طبعا انتوا عارفين لو جيت ابحث الإشارة اللي بين الجذرين بيبقى عكس معامل س تربيع، معامل س تربيع هنا موجب، يبقى دي هتبقى سالب دي موجب ودي ايه؟ موجب. فهو بيقول لي الدالة هتكون موجبة في الفترة انهي، طبعا على ما انتوا شايفين هي موجبة في الفترة من واحد لما لا نهاية، وموجبة كمان في الفترة من سالب ما لا نهاية لسالب تلاتة. طب ما هي عبارة عن خط الأعداد كله ما عدا الحتة الوسطانية دي، يبقى حاء ناقص الفترة من سالب تلاتة ايه؟ لواحد. يبقى حاء ناقص الفترة من سالب تلاتة الى واحد ديتي الفترة ايه؟ موجبة. طيب بس انا الوقت عندي هاخدها المغلقة ولا المفتوحة؟ هاخد حاء ناقص سالب تلاتة وواحد، طبعا ده هشيلها، يبقى دي الاجابة الصحيحة عندي اللي تكون الدالة فيها ايه؟ موجبة. كده يا ابناء الطلبة والطلبات هنبقى خلصنا درس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم من التمارين اللي احنا شرحناها لكم وتركزوا فيها كويس وتحلوها تاني مع نفسكم، يعني تجيبوا ورقة وقلم وتقعدوا تحلوا كل التمارين اللي انا كتبتها، وان شاء الله لو عملتوا كده هتبقوا ممتازين وهتجيبوا درجات النهائية ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. طبعا اللي يكون بيستفاد من فيديوهاتنا ما ينساش بقى يعمل لنا اشتراك ويعمل لنا لايك على فيديوهاتنا ويعمل لنا تعليقات كويسة عشان نقدر نفيدكم باللي عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.